زي ده برضو يا زيزو، الفرقتين عايزين يكسبوا، وفي نفس الوقت بيراميدز طموحاته مختلفة عن المقاولين. يعني المقاولين بالنسبة له يقعد في الدوري او يبقى موجود في حتة في اول مثلا 10 مراكز يبقى بالنسبة له تمام، لكن بيراميدز بالنسبة له مفيش بديل عن الفوز. فهل ده النهاردة يخلينا نتفرج على لقاء فيه الاتنين بيحاولوا، ولا بيراميدز هو اللي هيكون عنده المبادرة اكتر او الرغبة اكتر، والمقاولين بالنسبة له لو طلع بنقطة تمام؟ لا يعني هو يمكن الدافع بتاع المقاولين هيبقى كبير جدا النهارده بعد الفوز على سيراميكا، لان سيراميكا لو كان هو اللي فاز على المقاولين كنا هنشوف المقاولين النهارده بيعاني قدام بيراميدز، وان هو محتاج الفوز، وان هو هيدخل في المعاناه اللي بيعاني فيها من كل موسم. كابتن شوقي لما مسك الفريق الموسم اللي فات مسك في اخر تقريبا 4 أو 5 مباريات كان وضعهم سيء جدا جدا جدا، وكان القرار صعب جدا على الكابتن شوقي. بس الكابتن شوقي طبعا معروف عنه بالتحديات والمواقف الصعبه اللي بيجي يقف فيها، ولما ربنا بيوفقه وبيبقى في مجهود واللعيبه بتركز. احنا شفنا لغايه اخر مباراه في الموسم قدام المصري هي المباراه اللي خلتهم فضلوا في الدوري. البدايه بتاعه الموسم بدايه جديده. انا يعني يمكن الكابتن تامر بيقول لك او انت بتتكلم معاه وبيقول لك ان لا، هو بدايه المقاولين الموسم ده افضل من الموسم اللي فات والموسم اللي قبله تقريبا، كبدايه لفريق لعب 3 مباريات تعادل فيهم، واول فوز كان فوز مهم جدا بيرفعه لقدام. يعني هو عنده 6 نقط النهارده من اربع حصيله اربع ماتشات، يعني 12 من 12 نقطه حصل على 50%. بيراميدز يعني يمكن البدايه بتاعته كانت سيئه، لان هو اتعادل في اول ماتشين منهم ماتش قدام المصري كان ماتش صعب، قدام امبي برضو تقدم في المباراه، بعد كده امبي رجع تعادل معاه، وبعد كده فاز المباراتين الاخر. المباراه اللي فاتت كان قدام حرس الحدود كانت مباراه صعبه بس سهله، فاز فيها ب1-0 بضربه جزاء. بس في الاخر بيراميدز زي ما الكابتن عمر قال، الفرصه بتاعته في انه ينافس على لقب او يفوز باللقب كانت فرصه كبيره جدا متاحه ليه الموسم اللي فات، وكان موجود بقوه، وكان كمان في وقت فيه كان الاهلي بعيد تماما عن المستوى، والزمالك فاز بالدوري وفاز بجداره طبعا في الدوري، بس كان في مرحله او كان في فتره في الموسم اللي فات الزمالك كان فيها يعني كان ممكن تراجع بعض الشيء وكان ممكن بيراميدز يفرق، لكن طبعا ما استغلش الفرصه. صح. الموسم ده البدايه بتاعته مش بدايه قويه جدا. الاهلي 4 مباريات 4 انتصارات، الزمالك عنده 8 نقط، الزمالك لسه هيرجع تاني فوق ويقف على رجله، وهنشوف الاهلي هيعمل ايه. بس انت بتشوف ان الفرق الكبيره اهلي او زمالك لما بيبداوا من بدايه الموسم بدايه قويه وما بيفرطوش في اي نقط، صعب ان انت تعرف تحصلهم. صح. صح. لو انت بتضيع نقط دلوقتي النهارده الاهلي فارق عن بيراميدز ب4 نقط، الزمالك ماشي مع بيراميدز، بس الزمالك المفروض الوقت اللي دخل معانا اللي دخل مع الاهلي في المنافسه غزل المحله، ما حدش طبعا متوقع ولا متخيل ان غزل المحله كان يفوز اول 3 مباريات والمباراه الاخيره اللي اتعادل فيها. صح. فانا اعتقد المباراه النهارده هتبقى مهمه للفريقين، مهمه جدا جدا للفريقين، عشان الكابتن شوقي غريب طبعا هيبقى حريص جدا على الفوز النهارده عشان خاطر الفريق يروح لقدام ويبقى حاطط نفسه في مكان يبعد فيها عن الضغوطات بتاعه اخر الدوري. ونفس الكلام بيراميدز محتاج الفوز النهارده عشان يروح في المكان اللي هو المفروض على امكانيات اللعيبه اللي موجوده عنده، لازم يبقى موجود في اقل حاجه في المربع الذهبي، يبقى طول الوقت تشوف بيراميدز ما بيبعدش عن اول 3-4 مراكز في الدوري.